الهدف يسرى زاد الكرة غريبة وعجيبة. الرجاء العالمي ورسميا فقد ثاني بطولة اللي كانت عنده مهمة في هذا الموسم هذا، والتقصى حاليا ثاني بطولة اللي كانت مهمة بزاف اللي هي دوري ابطال افريقيا. والمشكلة التقصى من هذه البطولة لثاني موسم على التوالي، والتقصى مع نفس الخصم وبنفس السيناريو تقريبا. وهنا غادي نطرح واحد السؤال اللي مهم بزاف بالنسبة للجماهير الرجاوية، شنو اللي تبدل في الرجاء العالمي بين الموسم اللي داز وهذا الموسم هذا؟ أولا بأصح المفيد شنو قدمت الإدارة ديال عزيز البدراوي للفريق، وشنو الإضافة اللي بدلها العزيز البدراوي في الفريق بين الموسم اللي داز وهذا الموسم هذا؟ لأن إذا جينا نشوفوا منطقيا وبالإحصائيات الشاملة، ففريق الرجاء العالمي في هذا الموسم هذا تقصى بنفس الدور اللي تقصى فيه في الموسم اللي داز، ولكن عاوتاني من ناحية البطولة الوطنية في هذا الموسم هذا تحتل المركز الخامس، بينما الفريق في الموسم اللي داز كان وصيف ديال الدوري. وزيد عاوتاني في هذا الموسم هذا إمكانية التتويج ديال الفريق بكأس العشرة جات ضعيفة بزاف، وزيد عاوتاني الفريق في هذا الموسم هذا ما تيعانيش غير من أزمة ديال النتائج، ولكن عاوتاني الفريق برئاسة عزيز البدراوي تيعاني حتى من المشاكل المالية اللي ضخمة. وهنا اللي يمكن لي نقول وغادي نقول واحد الهضرة اللي غتكون صريحة بزاف، هاد الهضرة اللي غادي نقولها في هذا الفيديو غتكون صريحة بزاف. بكون صراحة بعد سنة من تولي عزيز البدراوي رئاسة الفريق، كنشوف بلي الفريق بقيادة هذا الرئيس فشل واحد الفشل اللي ذريع بزاف، وزيد عاوتاني الفريق في الموسم اللي داز حسن من هذا الموسم هذا ب 100 درجة، يعني عزيز البدراوي فعاطين نقل الفريق من الأسوأ للأفضل. كنشوفوا بكل صراحة في هذا الموسم هذا نقل الفريق من الأسوأ للأسوأ، وبكل صراحة عزيز البدراوي مع الفريق ما لباش المطالب اللي كان عطاها للجمهور. علاش؟ بالنسبة لي باش نكون صريح معكم بلي حتى التصوير هذا الفيديو بلي عزيز البدراوي فشل مع الفريق. وأنا غادي نطرح السؤال الثاني واللي غادي نجاوب عليه عاوتاني بكل صراحة، إذا كان عزيز البدراوي فشل مع الفريق شنو هو الحل الجذري لهذ الوضعية؟ بالنسبة لي أول حاجة وأهم حاجة اللي يمكن يديرها الفريق يبدأ بأول حاجة بإصلاحات تقنية وإدارية. يعني اللي بغيت نوصل لكم في هذه اللقطة هذه بلي الرجاء العالمي تحتاج واحد الإدارة اللي عندها واحد المنظور بعيد، أما الفريق برئاسة عزيز البدراوي ما عندوش واحد المنظور اللي طويل للفريق. أما ثاني حال واللي مهم بزاف للفريق هي الإدارة ديال فريق الرجاء العالمي دخلوا السوق ديال الانتقالات الصيفية بواحد الجدية الكبيرة، وبالنسبة لي أهم حاجة ديرها هذه الإدارة يجيبوا اللاعبين اللي تناسبوا السيستم اللي تلعب به الفريق، يعني يجيبوا اللاعبين اللي تحتاجوهم في المركز الخاصات. وبالنسبة لي أهم حاجة اللاعبين هادو يجيو بطلب من المدرب، يعني الإدارة ديال الفريق ما تتحملش المسؤولية نهائيا ديال اللاعبين اللي غادي يجيو، ولكن اللاعبين اللي غادي يجيو للفريق يكونوا بإذن ديال المدرب، باش نتجنبوا أهم حاجة ما نطيحوش في الخطأ اللي طاح فيه عزيز البدراوي في الموسم اللي داز، لأن في الموسم اللي داز عزيز البدراوي شرى اللاعبين بدون مدرب، وهادشي اللي خلى الفريق في هذا الموسم هذا بدون رؤية تقنية اللي واضحة، ومازال هذا الموضوع هذا غادي نهضر عليه بواحد التخصص في فيديو خاص به. نجو دابا الماتش اللي جمع بين الرجاء العالمي والأهلي المصري، اللي كان واضح قبل ما يبدا الماتش اصلا باللي الفريق الاهلي المصري اصلا ضمن المساله ديال التاهل من المباراه ديال الذهاب، وكان واضح باللي الفريق الاهلي المصري غادي يدخل هذا الماتش هذا باش يساير فريق الرجاء العالمي، وهذا الشيء راجع للاسباب اللي واضحه بطبيعه الحال. اول سبب واللي كان واضح باش اللاعبين ديال الفريق الاهلي المصري ما يبدلوش واحد الجهد كبير في هذا الماتش، وثاني سبب واللي كان عاوتاني واضح بزاف باش يخرج من هذا الماتش هذا باقل الاضرار، يعني بغى يسالي ماتش نقي بدون ضغط وبدون بطاقات صفراء وبدون جهد. ولكن بكل صراحة الملاحظة اللي كنت نسينها نشوفها في هذا الماتش هي بغيت نلاحظ واحد ردة فعل اللي قوية بزاف عند اللاعبين ديال فريق الرجاء العالمي، وكنت باغي نشوف اللاعبين ديال الفريق تيدخلوا هذه المباراة هذه بواحد القوة اللي كبيرة بزاف، وهادشي اللي كان واضح من ناحية الإحصائيات ديال المباراة. ففريق الرجاء العالمي في هذه المباراة هذه سيطر على المجريات ديال اللقاء، وفي هذا الماتش هذا كسب المعركة ديال الاستحواذ بنسبة ديال 60%، ولكن عاوتاني بالمقابل الاستحواذ اللي خداها الفريق كان في معظم المباراة استحواذ سلبي، وهادشي راجع حيتاش فريق الاهلي المصري كان معتمد اغلبيه ديال الماتش على الدفاع الكلي، وزيد عاوتاني فريق الرجاء العالمي في هذه المباراه هذه دار 10 ديال التسديدات على المرمى، ولكن عاوتاني النقطه السلبيه من هاد التسديدات كلهم المهاجمين ديال فريق الرجاء العالمي داروا يلا جوج ديال التسديدات اللي كانوا مؤطره بين الخشبات الثلاث، وهادشي تيبين واحد الملاحظه اللي مهمه بزاف هو الهجوم ديال فريق الرجاء العالمي كان ناقص بزاف في هذا الماتش. اما بالمقابل فريق الاهلي المصري
بالدور ديالو في هذا الماتش هذا دار 8 ديال التسديدات على المرمى، ولكن عاوتاني المفاجاه اللي تطرح راسها باللي الفريق الاهلي المصري ما دار حتى شي تسديده لمؤطره على المرمى. ومن ناحيه الاحصائيات الكليه تتبين باللي الفريق الرجاء العالمي كان متحكم بالمباراه. وبالنسبه لي بكل صراحه في هذا الماتش هذا وكانوا استغلوا الفرص اللي جاوا للفريق كان يمكن يجيبوا التعادل. وانا نمشيو مباشره ندور على اهم المجريات ديال هذه المباراه. الفيلسوف مونديل الكبير في هذا الماتش هذا غير التشكيله واحد شويه، لان كما تنعرفوا في بدايه المباراه دائما مونديل الكبير تيدخل التشكيله ديال 4-1-4-1، ولكن في هذا الماتش هذا غير التشكيله واحد شويه واعتمد على التشكيله ديال 4-3-1-2. يمكن التشكيله تجيك غريبه واحد شويه لان في هذا الماتش هذا اعتمد على يوسري بوزوغ كجناح وكصانع العاب في نفس الوقت، بالمقابل نوفا الزروني اعتمد عليه كجناح وكمهاجم ثاني في نفس الوقت. يعني هاد جوج ديال الاجنحه ديال الفريق كان عندهم جوج ديال الادوار اللي مهمه في هذه المباراه. ولكن عاوتاني انا كرأي شخصي كنت نفضل يعتمد على تشكيله مغايره، وكنت نفضل باللي مونديل الكبير في هذا الماتش هذا يدخل بالتشكيله ديال 3-5-2، وكنت نفضل في هذا الماتش هذا بالضبط ما يدخلش بالاظهره نهائيا، لان اذا جينا نشوفوا مثلا من ناحيه عبد الاله مذكور كان ناقص بزاف، وزيد حتى فريق الاهلي المصري كان دخل هذا الماتش هذا باش يدافع، يعني التشكيله ديال 3-5-2 كانت غتساعد الفريق هجوميا بزاف، وكنا غادي نشوفوا فريق الرجاء العالمي افضل من ناحيه الهجوم. اما من ناحيه ابرز المجريات ديال المباراه، الجمهور الرجاوي في هذا الماتش هذا بدع لواحد الدرجه اللي كبيره بزاف، وفي هذا الماتش هذا الجمهور الرجاوي عمر التيران حتى للتالي، وزيد تحفنا بتيفو اللي عالمي، وهنا عطى رساله موجهه للجماهير ديال الاهلي المصري، وراهم الجماهير المغربيه علاش قاده، وبين لهم باللي الجماهير المغربيه هما افضل جماهير عربيا وعالميا، وخصوصا من ناحيه التيفويات ومن ناحيه التنظيم، لان اللي تفرج في المباراه ديال الاهلي والرجاء في الذهاب، شفنا الجماهير ديال الاهلي المصري ما داروا حتى شي تيفو نهائيا، وزيد عرفتي الجماهير في اغلبيه ديال المباراه كانوا ساكتين وعشوائيين، وفي هذا الماتش هذا شافوا الجماهير الرجاويه وشافوا الابداع فين وصل، وان شاء الله وكما تنقولوا يتعلموا شويه من الجماهير المغربيه. اما من ناحيه المباراه وداخل الملعب، كانت في اول 4 ساعات من المباراه واحد الحرب نوويه بين اللاعبين، وخصوصا من جانب اللاعبين ديال فريق الرجاء العالمي، لان اللاعبين ديال الفريق دخلوا اول 4 ساعة باش يماركيو شي هدف اللي سريع، وهادشي راجع باش الفريق يربك الحسابات ديال كولر، وبغاو اللاعبين في اسرع وقت يماركيو الهدف الاول، وهادشي اللي خلانا نشوفوا اول 1/4 ساعة من المباراة واحد الحرب اللي كبيرة بزاف بين اللاعبين، وفهاد اول 1/4 ساعة اللاعبين ديال الاهلي المصري تحملوا واحد الضغط كبير، وخصوصا مع عند اللاعبين ديال الرجاء العالمي ومع عند الجماهير الرجاوية، واللي كان حاضر في هاد الماتش هذا راه كان تيسمع واحد الرعب خيالي داخل الملعب. ومع بداية هاد الربع ساعة الأولى من المباراة قلت واحد الحاجة اللي مهمة، كان الله في عون الحكم ديال المباراة في هاد الماتش، خصوصا في هاد الماتش هذا الحكم ديال المباراة غادي يتحمل واحد الضغط اللي كبير بزاف. أما بالمقابل اللاعبين ديال فريق الأهلي المصري عرفوا باللي المباراة ما غاتكونش كما كانت في الحسبان، وهنا اضطروا اللاعبين ديال الأهلي المصري يرجعوا كلهم للدفاع، وفي أول نص ساعة من المباراة الأهلي المصري اعتمد على الدفاع الكلي، بالمقابل اللاعبين ديال الرجاء العالمي تراموا كلهم للهجوم، وهادشي اللي خلانا نشوفوا بزاف ديال المحاولات في الشوط الأول، ولكن أبرز محاولة جات حتى الدقيقة 43 بعد مراوغة رائعة مع عند يوسري بوزوغ، المدافع ديال فريق الأهلي المصري تسرع ودخل على يوسري بوزوغ، وهنا الحكم الليبي بعد ما رجع للفار أعلن على ركلة جزاء لفريق الرجاء العالمي، شكون اللي غادي تيري هاد ركلة جزاء؟ بطبيعة الحال هو الجاكوار يوسري بوزوغ، بكل صراحة يوسري بوزوغ قبل تنفيذ هاد ركلة جزاء كان واضح باللي مرتكب واحد شوية، وهادشي اللي خلاه يعتمد على القوة أكثر من التركيز في هاد ركلة جزاء، وسدد هاد ركلة جزاء بواحد القوة اللي كبيرة بزاف وضربت في القائم، وضيع الهدف الأول فريق الرجاء العالمي، هدف اللي بكل صراحة كان غادي يغير مجريات ديال المباراة 180 درجة، ولكن كما تنقولوا ما مكتبش هاد الكرة، ولو أن يوسري بوزوغ هو اللي تيتحمل المسؤولية ديال تضييع ركلة جزاء، لأن اللي شفتي راسك ما مركزش وما قادرش باش تيري ديك ركلة جزاء، بطبيعة الحال مباشرة خاصك تخليها لشي لاعب آخر، وبعد التضييع ديال ركلة جزاء سال الشوط الأول بتعادل سلبي 0-0، شوط أول سيطر عليه فريق الرجاء العالمي بالطول وبالعرض، وأنا اللي دخلنا للشوط الثاني دخل الفريق مغير على الشوط الأول، لأن كما كنعرفوا كل ما تيتزادوا دقائق المباراة تكون مليئة تيجيو عند اللاعبين، وزيد عاوتاني حتى التغييرات اللي دارهم المدرب مونديل كبير، أترو سلبيين على مجريات ديال المباراة بكل صراحة، وهادشي اللي خلانا نشوفوا في الشوط الثاني واحد نزول حاد في المستوى ديال الفريق، وهادشي بكل صراحة عجب اللاعبين ديال فريق الأهلي المصري، وحتى هما بالدور ديالهم طيحوا الريتم ديال المباراة لأقصى درجة، لأن بكل صراحة فريق الأهلي المصري ما جاش باش يماركي ولا يدير شي حاجة، ولكن جا باش يساير المجريات ديال المباراة ويخرج بأقل جهد، ولكن عاوتاني بكل صراحة في الدقيقة
الدقيقه 75 كانوا غادي يتبدلوا بزاف ديال الحوايج، لان في الدقيقه 75 جات واحد المحاوله اللي خطيره بزاف للفريق. بعد ما الكره وصلت عند حمزه خبا كان المرمى خاوي تقريبا، ولكن حمزه خبا ضيع هذه الكره هذه بواحد الغرابين تما. اما وكان ماركي عاوتاني هذا البيت هذا كنا غادي نشوفوا ربع ساعه اللي ناريه بين الفريقين، ولكن الضعف الهجومي تيعاني منه الفريق خلانا نشوفوا فريق بدون هجوم في هذه المباراه. المهم اللي يمكن نقول في هذا اخر الفيديو باللي المباراه ما كانش مكتوبه لفريق الرجاء العالمي، لان في هذا الماتش هذا جاو جوج ديال الفرص اللي كانوا خطيرين وكان يمكن لهم يماركيهم بكل سهوله، ولكن الضعف الهجومي ما خلاش الفريق يماركي الهدف الاول. وهنا الملاحظه المهمه واللي بانت لي واللي غادي نختم بها الفيديو، باللي اللاعبين ديال الفريق مازال ما عندهمش الخبره الكافيه باش يلعبوا افريقيا، لان بكل صراحه في المباريات الحاسمه خاصك لاعبين اللي يكونوا حاسمين. واذا جينا نعاودوا المباراه ديال الذهاب وديال الاياب في نفس الوقت غادي نكونوا متاكدين باللي الرجاء العالمي كان يمكن يكون متفوق في النتيجه، ولكن عدم الخبره ديال اللاعبين خلى الفريق يضيع بزاف ديال الاهداف. بالمقابل الخبره ديال فريق الاهلي المصري هي اللي لعبت واحد الدور كبير، لان في طول جوج ديال المباريات جاوا جوج ديال المحاولات وماركاهم. المهم قبل ما نسالي هذا الفيديو، شنو الراي ديالكم في هذا الاقصاء ديال فريق الرجاء العالمي؟ واش كتشوفوا باللي الفريق في هذا الموسم هذا اقل بزاف من الموسم اللي دار؟ وفي الاخير اذا وصلت حتى لهذه النقطه ما تنساوناش لايك وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، ويلا في التليكا معكم حفيظ وتهلا.